سيادة اللواء، أنت ربما تتحدث عن أرقام تقريبية للضحايا والمفقودين، متى نستطيع أن نقول أننا وصلنا ربما للأرقام أو للأعداد النهائية؟ هل هذا من المتاح في القريب العاجل؟ والله الأرقام النهائية من الصعب الآن التكهن بها أو حتى التقريب أو حتى أن نحن نتحدث عنها، لأن لا زالت عملية البحث والإنقاذ مستمرة. النقطة الثانية والخطيرة أن هذه المنطقة منطقة سياحية، فيها كثير من المصايف، فيها كثير من الاستراحات السياحية، فنادق سياحية، وهناك أناس من مناطق أخرى من الغرب والجنوب، لا نعلم هل في منهم الآن موجودين، هل هذه كلها تقطعت فيهم السبل الآن. الأمر الآخر الخطير أن هناك رعاه الآن من دول أخرى، هناك من ضحايا حتى من جمهورية مصر العربية، هناك ضحايا يعني بالأمس كانت تحت قوائم كان فيها مواطن مصري عامل مقيم في ليبيا عامل، يعني لازال الآن نحن مجهوداتنا مستمرة، أكيد 4 أيام 5 أيام قادمات، ممكن حتى أسبوع قادم فتبدا تتضح الرؤيه بخصوص الاحصائيات سواء الماديه سواء البشريه. نعم سياده اللواء، ربما تم اعلان درنا بالامس منطقه منكوبه، المدن الاخرى او المناطق الاخرى التي تم اعلانها ايضا مناطق منكوبه، ما الذي يعنيه هذا بالنسبه للجيش الليبي وللمسؤولين في ليبيا؟ كيف التعاطي مع هذا الوضع؟ اولا عندما تتحدثين على منطقه الجبل الاخضر، هي منطقه تبدا من مرتفعات الباكور في غرب الجبل الاخضر، لكن الان بدات العمليه تبدا ببنغازي، يعني نعطيك خبر حصري الان، الان في سد وادي القطاران، هذا السد الكبير جدا الان 5 مليون لتر مكعب من المياه حدث في هذا السد، وبدا تتزايد المياه. الان المسؤول على هذا السد يقول ان في ملو لم يتم التفريغ الان ستكون كارثه على مدينه بنغازي. نحن ننتظر الان الامطار زادت شديده، الامطار زادت تهطل على هذه المناطق، وبالتالي نتحدث على منطقه من بنغازي الى مرتفعات درنا، الان العدد تقريبا حوالي 375 او 370 كيلو متر بالطول في عرض هذه المنطقه، في ابعد عرض حوالي 100 كيلو متر، يعني هذه المنطقه الشاسعه بالكامل، منطقه مقترنه بالسكان، فيها مدن وفيها قرى وفيها ارياف وفيها منازل منتشره في الجنوب وفي شمالها. هذه المنطقه وعره جدا، كل الاوديه تبدا من الجنوب وتنتهي في الشمال، كل الطرق، وهذه المعضله حقيقه، وكل الطرق من الغرب الى الشرق، وبالتالي هذه الأودية كلها قاطعة للطريق، وهي قطعت الطريق فعلا بتدمير كل العبارات المياه وكل الجسور الكبيرة والصغيرة تم تدميرها في هذه المنطقة، وهذه معضلة. الجيش الليبي الآن يحاول يغطي هذه المنطقة بالكامل، لكن من الصعب جدا العمل على كامل المنطقة، ولكن الآن التركيز كله على المناطق التي فيها أعداد كبيرة مثل البيضة وشحات ومثل مدينة درنا، الأعداد كبيرة، والآن وصلت قوافل من الإغاثة وقوافل شعبية وأهلية وقوافل رسمية من طرابلس وضواحيها من المنطقة الغربية من المنطقة الجنوبية، وصلت بشكل كبير جدا، وبدأ كذلك الآن تصل الفرق المصرية والفرق الإماراتية وفرق من دول أخرى للبحث والإنقاذ وتقديم الخدمات الإنسانية. نعم صحيح سيادة اللواء، ربما الحديث عن السدود التي انهارت ربما وتسببت في مزيد من تأزيم المشهد أو تأزيم الموقف، هل من أولويات لهذه المدن ربما تضعونها على لستة الأولويات في الإنقاذ، في عمليات الدعم، في عمليات انتشال الجثث وهكذا؟ بالتأكيد الآن تم توجيه كل القوافل التي رجعت من المنطقة الغربية، سواء قوافل شركة الكهرباء تم توجيهها بالكامل إلى المناطق المنكوبة وخاصة درنا، الشباب اللي متطوعين بالبحث والإنقاذ كلهم تم سلم إلى هناك، الهلال الأحمر نحييه حقيقة مجهوداتها كبيرة جدا، كلهم الآن من مدينة درنا، ولكن مدينة درنا الآن الموضوع راهو الآن في وسط مدينة درنا، يعني ليست مدينة بالكامل، ولكن ثلث المدينة الواقع في منتصفها على ضفتي الوادي بالكامل، الآن هذه المباني أغلبها في البحر، المنطقة ضيقة لا تحتاج إلى أعداد كبيرة جدا، لا تستوعب أعداد كبيرة جدا من المتطوعين للبحث والإنقاذ، ولكن حقيقة نحن الآن في مصدق آخر وهو مصدق طرق المواصلات إلى درنا،
طرق المواصلات اغلب طرق المواصلات او تقدر نستطيع ان نقول جلها اصبحت الان خارج الخدمه. ولكن ان شاء الله بعد تحسن الاحوال الجويه الان سنبدا باستخدام الطائرات المروحيه في الامداد وفي البحث والانقاذ وفي الاسعاف من مدينه درنا، لان مدينه درنا فيها طريق واحده تعمل، طريق واحده طريق جبليه معرضه كذلك للانهيار.